المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية من قناة الشروق. نبدأها بالعناوين: تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى 12 من إبريل المقبل. الحكومة واليونيسيف يبحثان أولوية خطة العام 2020 لحماية الأطفال. توزيع نحو 500 ألف ناموسية مشبعة للمواطنين في 5 محليات بشمال كردفان. أهلا بكم. قرر مجلس امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية إلى 12 من إبريل للعام 2020، وانعقد اليوم اجتماع مجلس امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريف عوض الكريم. وقرر الاجتماع بعد نقاش مستفيض لموقف المقررات وظروف الطلاب، وحتى يتمكن الطلاب من المراجعة الكاملة والتركيز استعدادا للامتحانات، فقد تقرر تأجيل موعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020 من السبت 9 من مارس إلى الأحد 12 من إبريل للعام 2020. أمن الجانبان السوداني والأثيوبي على الدفع قدما بالعلاقات المتميزة بين الدولتين والسعي لتنفيذ كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الجانبين من أجل مصلحة شعبي الدولتين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع والي القضارف بسفير دولة أثيوبيا لدى السودان، والذي استعرض سير تنفيذ الاتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي. وقال نصر الدين عبد القيوم والي ولاية القضارف المكلف إن الاجتماع اهتم بتنشيط وتفعيل القوات المشتركة من أجل تأمين الشريط الحدودي ضد عصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات وتهريب البشر، إضافة للحد من نشاط الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الاجتماع أمن على استئناف اجتماعات اللجان الحدودية على كافة المستويات مع الاتفاق على دورها الإيجابي في حل كافة الإشكالات التي تعترض أمن وسلامة الشريط الحدودي بين الدولتين. كان اجتماع مثمر، يمكن اتفقنا فيه على إعادة اجتماعات اللجان الحدودية بين المحليات واللجان بين الولاية والأقاليم الإثيوبية. كذلك يمكن وصلنا تفاهمات وفي عملية مكافحة تجارة يمكن البشر وتهريب الأسلحة وتهريب المخدرات، إنه لابد يكون في تنسيق بين الجانبين لتبادل المعلومات. كذلك يمكن هنالك يمكن اتفاقية يمكن وقعت الفترة السابقة، سوف نزع إن شاء الله تنفيذها، اللي هي نشر قوات مشتركة في الحدود بيننا وبين الجالية السعودية. وكذلك هناك في اجتماعات على مستوى الوزراء وعلى مستوى الحكومة لمناقشة قضايا يمكن متعلقة بترسيم الحدود. في السياق، عزز السفير الأثيوبي من التعاون الإيجابي بين الدولتين، مؤكدا حرص دولة أثيوبيا على استقرار السودان، مشيرا إلى أنهم اتفقوا مع الجانب السوداني على تنشيط العمل في أمن الحدود من أجل القضاء على كافة الظواهر السالبة وعلى رأسها الإتجار بالسلاح وتهريب البشر. هذا الاجتماع هو اجتماع كان مفيد بالنسبة لكل الأطراف، وناقشوا فيه كثير من الأشياء المتعلقة بالحدود، وهي إشكالات والحدود هي حدود كبير جدا وواسع بين كلهم، فسذلك نعيشهم في شعب واحد وبلد واحد، ويغرقنا عملية تهريب البشر وتهريب السلاح، وهنالك بعض الأشياء نحن نعمل عليها مع بعض. وكذلك في هذا الاجتماع أجدنا أنه دور القنصلية هو دور كبير جدا، ونتمنى أنه الناس تتعامل مع هذه القنصلية لمحاربة كثير من تهريب البشر والسلاح. ومن جانبنا هنالك حوارات غائمة وحوارات جارية ومناقشات جارية على مستوى الوزراء وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى المحليات وحتى على مستوى الوحدات الإدارية، فهناك اجتماعات مستمرة وجارية ونحن على استمرار في هذه الحوارات. بحث اجتماع المراجعة السنوي للخطة المشتركة بين حكومة السودان ومنظمة اليونيسيف بحث أولويات خطة العام 2020 في مجال حماية الأطفال. وأكدت الأمين العام لمجلس الطفولة القومي سعاد عبد العال الدور الذي يطلع به الشركاء في حماية ورعاية وتنمية الطفولة، داعية إلى إحكام التنسيق لإحراز نتائج أفضل في قطاع الطفولة. وطالب السعاد طالبة اليونيسيف بلعب دور أكبر في دعم آليات التنسيق للقيام بدورها كاملا،
واستعرضت أولويات الطفولة في المرحلة الانتقالية والتي تم تضمينها في البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية لمدة 200 يوم. وتضمن البرنامج موائمة الاستراتيجيات والخطط مع المتغيرات من أجل سودان ينعم بالسلام والأمن والإخاء لخدمة قضايا الطفولة. من خلال الاجتماع نحن بنسعى لأننا نهدف لاستغلال آراء حول أولويات خطة العام 2020، وكذلك أهمية الاجتماع بتكمن في أنه الاجتماع ده بيمثل قطاع الحماية بس، وهو قطاع الحماية من القطاعات التي تتكامل فيها المسؤوليات والمهام في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، بالإضافة للدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني. نتوقع أن الاجتماع يخرج بإطار عام للخطة بتاعة 2020 متمثلة في الأولويات بتحت الطفولة للمرحلة الانتقالية. دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح الأئمة والدعاة إلى إعلاء صوت الدعوة في المرحلة الحالية، والتي تعتبر خصبة للم الشمل عبر خطاب الوسطية والاعتدال لخلق مشروع وطني ديني للتعايش السلمي بين كافة المكونات. وأوضح مفرح في ختام ورشة تأهيل الدعاة والأئمة بولايات دارفور في نيالا أن واجب كل داعية وإمام هو إدارة التنوع الديني ومخاطبة الجميع دون الانحياز لطائفة أو جماعة، معلنا عن الشروع في إنشاء خلوة نموذجية لتحفيظ القرآن الكريم عبر التنسيق العلمي الحديث، بحيث تتوفر لطالب القرآن الكريم كل المقومات اللازمة لتأهيله معرفيا وعلميا. واحدة من أكبر المسؤوليات العظام التي هي موكلة على الناس اللي بيرسموا ملامح الطريق الحق إلى الناس هي مهمة الدعاة والوعاظ. السياسيين والعسكريين هم اللي بيوقعوا المواثيق، هم اللي بينهوا الحرب، لكن من الذي يرسم ملامح السلام والوئام؟ من الذي يرتق السلم الاجتماعي، يرتق المجتمع المتسامح؟ من اللي بيبس في الناس روح التسامح والتعايش بيناتهم؟ هؤلاء الدعاة والوعاظ. دي أخصب فترة ممكن نستطيع أنه نحن نلم فيها شتاتنا ونعمل مشروع ديني ووطني وأخلاقي، نقول ديني ووطني وأخلاقي يلمنا مع بعض. أصدر تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بيانا دعا فيه التربويين والمعلمين إلى الوقوف بقوة لمواجهة ما وصفه بمشروع تحريف قيم الأمة وثوابتها في مناهج التعليم، كما دعا أولياء الأمور للاطلاع بدورهم في الدفاع عن تعليم أبنائهم ومستقبلهم، باعتبار أن العملية التعليمية ليست حكرا على الجانب الحكومي، وإنما هي تعبير دقيق عن ثقافة الشعب وقيمه بحسب البيان. كما طلب البيان الحكومة الانتقالية بضرورة إقالة مسؤولين رفيعين بوزارة التربية والتعليم، وصفهما بأنهما خطر على العملية التعليمية. وقال رئيس التيار محمد عبد الكريم في مؤتمر صحفي إنهم مع إقامة مؤتمر دستوري تلتقي فيه كل القوى السياسية الحية في السودان لتبحث عن مخرج آمن للبلاد، وأن الحل في الكل الذي يشارك في صناعة المستقبل الذي تتحقق فيه العدالة التي نادى بها كل أبناء الشعب السوداني. لا نتحدث عن حكومة معينة ولا عن وجهة معينة، قد ربما نتحدث عن خارطة الطريق ومحددات وموجهات عامة، إنه يكون في مؤتمر جامع لكل المكونات السياسية في أنها تضع خارطة الطريق بالنسبة للفترة الانتقالية. وبعد ذلك أيضا نفس المؤتمر الدستوري هو الذي يحدد ما يتعلق بقانون الانتخابات، لأنه ده أخطر قضية في الفترة الانتقالية، مع العبث الخوف من العبث بالقضايا التشريعية اللي هو التدخل في القانون الانتخابات وتفصيل هذا القانون على مقاس معين. تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور مذكرة من أعضاء مبادرة أهل الخرطوم بالريف الجنوبي حول قضايا السلام والحكم ومعاناة أهل المنطقة. وقال عضو المبادرة إبراهيم عدلان في تصريح صحفي عقب اللقاء، قال إن اللقاء تناول مشاكل خدمات المياه والتعليم والفقر والأراضي المنزوعة عن المواطنين قصرا بالريف الجنوبي. وقال عدلان إن عضو مجلس السيادة تعهد بالاهتمام بكل ما ورد في المذكرة بالتنسيق مع والي ولاية الخرطوم لاتخاذ الإجراءات المناسبة. تم تسليمه مذكرة ضافية شملت كافة مطالب أهل الخرطوم فيما يتعلق بالمشهد السياسي ومتعلق بمحاور
السلام القادمة ومتعلق بكل قضايا الولاية وتمثيل إنسان الولاية في مستويات الحكم وفي شكل الظل الإداري الموجود في الخرطوم. وتحدثنا عن معاناة أهل الخرطوم في الأطراف وفي قاصي المدينة، وفي تحدثنا أيضا عن دور أهل الخرطوم في الثورة وفي النهوض بالفترة الانتقالية. وزعت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان بالشراكة مع وزارة الصحة الاتحادية نحو 500 ألف ناموسية مشبعة طويلة الأجل للمواطنين في 5 من المحليات بالولاية في إطار الحملة القومية لمكافحة مرض الملاريا. وقال المنسق القومي للحملة رضوان يحيى إن الحملة تجيء ضمن الخطوات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة الاتحادية للقضاء على مرض الملاريا من خلال تفعيل برامج التوعية التي تصاحب عملية توزيع الناموسيات، وحث المواطنين على استخدامها والمحافظة عليها باعتبارها إحدى وسائل الوقاية الفاعلة، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع شركائها تعمل على ترقية وتطوير النظام الصحي وتوفير العلاج اللازم للمرض في أقرب مرفق صحي وتفعيل الدور المجتمعي في مكافحة المرض. في هذه الحملة الأخص في هذا العام استهدفنا أن نزيد استخدام الناموسيات المشبعة على مستوى الأسر وعلى مستوى الأفراد، بما يعني انه نزيد وعينا في استخدام هذه الناموسيات حتى انه كفاءتها وميزتها تكون اكثر واحسن وتحمينا من الملاريا وتحمينا من البعوض وتقتل لنا البعوضه وكذلك يعني تطرد لنا البعوضه من مكان نومنا ومكان استراحتنا. من جهتها قالت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بشمال كردفان إيمان مالك إن الحملة ستمكن الوزارة من تغطية النواقص في بعض المحليات بعد عملية الحصر والتصنيف للمستهدفين، مشيرة إلى أن الحملة التوعوية المصاحبة للحملة ستتواصل لمدة 2 بعد انتهاء الحملة للتعزيز التوعية لدى المواطنين. تمت الترتيبات اللي هي بمراجعة مستهدف 2016 ورصد الإضافات والمستجدات التمت في كل المناطق اللي كانت مستهدفة، لأنه في مناطق التعداد السكاني كان فيها زايد وما كانوا في 2016 ما كانوا موجودين، حاليا ديل بيتم الترتيب لهم. تم الحصر والتسجيل في خلال أسبوع انتهى يوم أمس، ومن الليلة بحمد الله حيتم توزيع الناموسيات ولمدة أسبوع برضو في الخمسة محليات المستهدفة. مصاحب للتوزيع والحصر شغل مكثف للتوعية والتنوير باستخدام الناموسيات. أشاد والي شمال كردفان الصادق الطيب عبد الله بالإنجاز الكبير الذي حققه مركز أولم أفريكا التابع للجنة الأولمبية السودانية بولاية شمال كردفان بإحرازه لكأس القيم الأولمبية في بطولة فوتبول نت التي أقيمت بدولة أريتريا. وقال الوالي إن هذا الإنجاز يعتبر حدثا وطنيا يأتي في إطار تفوق ولايته على كافة الدول المشاركة وتمثيلها للسودان وإحرازها الكأس وعكس الثقافات والموروثات المتعددة للسودان. وأعلن الوالي عن اهتمام الولاية بالأنشطة الرياضية وتوفير البيئة للناشئين. من جهته قال يوسف جامبكا رئيس الوفد إن الولاية شاركت باسم السودان إضافة إلى 3 دول أخرى، وأحرزت الولاية المركز الأول على مستوى الدول المشاركة. بكأس القيم الأولمبية وهي اللي بتمثل قيم التنافس الأولمبي، وهي واحدة من رسالات اللجنة الأولمبية السودانية. مركز أولم أفريكا الأبيض هو مركز رقم 3 على مستوى منافسات أولم أفريكا اللي بتعزز قيم التنافس الأولمبي وبتعزز تطوير ومهارات الناشئين الرياضية والثقافية حتى على مستوى الألعاب البيئية. فقرة المحلية متواصلة معكم من قناة الشروق وفيها بعد قليل. والي الخرطوم يعد بتوفير السكن الشعبي لكل الأسر بالولاية.
من المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم لمبادرة والي الخرطوم لتحقيق حلمهم في الحصول على السكن وتوقف معاناتهم مع ارتفاع الإيجارات. كما أعلن الوالي أن الولاية مهتمة للغاية بتسهيل سداد أقساط السكن مع منح ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية في تسهيل سبل الحصول على السكن وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية. عقد والي الخرطوم أحمد عبدون حماد اجتماعا موسعا لوضع ترتيبات تشغيل القطار المحلي في نقل المواطنين اعتبارا من 21 من نوفمبر الجاري في إطار جهود الولاية لحل أزمة المواصلات. وضم الاجتماع أعضاء لجنة تشغيل القطار ممثلة في وزارة البنى التحتية والمالية وهيئة السكة حديد وإدارة القطار المحلي وشركة نوفلز المنفذة للمشروع. وأمن الاجتماع على الجوانب الأساسية لتشغيل القطار ممثلة في استكمال المحطات التي يجب أن تكون بالقرب من محطات الباصات لتسهيل نقل المواطنين. كما بحث الاجتماع الجوانب المتعلقة بالفنيين والسائقين والكماسرة ورش الصيانة والتذاكر، حيث تقرر أن يكون سعر التذكرة 10 جنيه للمواطنين و5 جنيه للطلاب ونظافة المحطات. بحثت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله مع السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق علاقات البلدين. وسلم السفير البريطاني للوزيرة رسالة خطية من وزير الدولة بالخارجية البريطانية تتعلق بدعم جهود السودان في إقرار السلام في دولة جنوب السودان. وبحث اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف بين السودان والمملكة المتحدة على الصعيد الدولي والإقليمي. كما أشاد السفير البريطاني بالدور الذي يلعبه السودان للحفاظ على أمن واستقرار محيطه الإقليمي ونقل دعم الحكومة البريطانية للقيادة في السودان. تسلمت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله نسخة من أوراق اعتماد السفير جان لويجي فاسلو والسفيرا معتمدا للجمهورية الإيطالية لدى السودان، حيث عبر السفير عن سعادته باختيار سفيرا لبلاده لدى السودان، وقال إنه سيعمل جاهدا على تعزيز العلاقات بين البلدين، وأضاف أنهم يعتزمون فتح سبل التعاون بين البلدين في عدة مجالات من بينها الأمن الغذائي والاقتصاد والصحة والتدريب والتنمية البشرية. ومن جانبها قالت الوزيرة إنها تتطلع لبحث ترقية وتعزيز العلاقات بين السودان وإيطاليا. في ختام النصرة المحلية إليكم تذكير بالعناوين: تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى 12 من إبريل المقبل. الحكومة واليونسيف يبحثان أولوية خطة العام 2020 لحماية الأطفال. توزيع نحو 500 ألف ناموسية مشبعة للمواطنين في 5 محليات بشمال كردفان. نهاية النصرة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الشرق دوت نت. إلى اللقاء.